يا شباب، كيف الحال؟ إن شاء الله طيبين. أنا في الفيديو ده هشرح لكم كيف نسجل في الكورسات الطبية اللي هي 5 كورسات. طبعا ده ما تخصصي وما فاهم فيها أي حاجة، لكن برضو بشرح لكم، ما هو مشكلة. طيب، أول واحد نبدأ بأول واحد الـ ACLS. أضغط هنا I need ACLS. أوكي، أضغط هنا. طيب يا شباب، بعد ما ضغطت هناك بتظهر معاك الشاشة دي، تمام؟ أضغط على أول واحد ده، بتجيك بعدين الشاشة دي كده. انزل تحت املى البيانات الموجودة هنا، املى الاسم بتاعك فوق في الكنتري او الدولة. هنا اختار السودان، هنا اختار السودان. هنا اكتب 5 اصفار الزيب كود، هنا اكتب الايميل. بعد الايميل اكتب كلمة السر اللي انت عايزها، مثلا 1 2 3 4 5 6 7. عيدة تاني، 1 2 3 4 5 6 7 8. طيب نكتبها تاني هنا، 1 2 3 4 5 6 7 8. هنا اضغط على نو ثانكس، خليها زي ما هي. انزل تحت، انزل تحت، شوف شوف معي، انزل تحت تحت لمن تجي تلقى دي، كليك هير تو انتر كود. تمام، ده الكود، ده الكابون اللي احنا بنتكلم عنه. اضغط على الحتة دي، طيب بيجيب لك الشاشة الظاهرة قدامك دي. الشاشة دي حتكتب فيها الأكواد. الأكواد دي شنو؟ مثلا أي كود عنده أي كورس عنده الكوبون الخاص به، تمام؟ احنا اوريدي نزلنا الكوبونات دي بتاعت أي واحد. هسه الكورس ده اللي هو ايه؟ الـ ACLS. الـ ACLS، تمام؟ طيب الكوبونات دي هاي موجودة هنا، مثلا عايزين الـ ACLS، وين هو؟ ده تاني واحد، ده الكوبون بتاعه. تكتب social ACLS، social ACLS بالكابيتال، social ACLS كده. انا كتبت الكوبون، اضغط على apply coupon على دي. لو ملاحظين الحتة دي انا ما كتبت فيها اي شيء، ما تكتب فيها اي حاجة، خليها فاضية كده. برضو لاحظوا هنا قال لي شنو، coupon applied successfully. بعدين اخر شيء اضغط على شنو، place order. زي ما شايفين هو هنا قال لي خلاص يعني تم البيع. بعدين اضغط على جيت ستارت، يعني تخش الكورس بتاعك. جيت ستارت عشان تبدا الكورس بتضغط على تيك كورس تقريبا. طيب يلا، هنا تقريبا بتضغط على الليسنس، الحته اللي موجود فيها 1 2 3 ديل. طيب بنلقى الفيديوهات تحت تحت، يا هدى الموديول 6 موديول اللي هو دي، واحدة واحدة بتمسكها واحدة واحدة كده، تمام؟ دي الفيديوهات طبعا اللي انت حتقرا بيها، ملاحظين لحد النهاية بتخلص كده، انت بتكون خلصت الكورس بتاعك، تمام؟ طيب ده بالنسبة لل، طبعا ده الإكزام موجود تحت، دي كلها هشرحها لكم بعدين. أحمد ملاز. طيب ده بالنسبة للتسجيل في الكورس الأول كده، واضح تمام؟ نضغط على دي هنا. برا واضحة معانا 3 كورسات. في كورسين تاني حوضح لكم وين نلقاهم عشان هما 5 كلهم. طيب احنا سجلنا هسي في ده، تمام؟ الطريقة التسجيل كانت واضحة جدا. هسي ما عندكم مشكلة تقريبا تسجل في ده وتسجل في ده بنفس الخطوات، تمام؟ عشان تلقى باقي الكورسين التانيين اضغط على الحتة دي، 3 نقاط الفوق على اليمين. طيب احنا اوريدي اخذنا ده برا، واخذنا ده، واخذنا باقي لنا ده وده، تمام؟ الكوبونات بتاعتهم كلها موجودة في الكوبونس اللي هي اوريدي موجودة هنا، يا هذي يعني دي نفس الكوبونات اللي هو ده الكورس الأخير وده اللي قبليه. فالموضوع يعني عادي شديد وبسيط يعني بساطة شديدة، خلاص يعني ما بيتحمل كل الحاجات اللي احنا كنا بنقول فيها قبل. فبتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم.